نحن اشتقنا للأعمال الاجتماعية القديمة. بأول يوم تصوير لإلي بيكون قبل بيوم ما بنام ولا ثانية، بس كل حدا اشتغلت معه بالكرزون تعلمت منه. أنا بتمنى التوفيق للجميع. النجمة ليليا الأطرش، أهلا وسهلا فيكي معنا على السريع. طابعك بشهر رمضان الكريم بالكرزون أولاً عبر وياك، كيف كان الكرزون؟ شو بتخبرين عن هاي التجربة وشو الجديد اللي قدمتي بالكرزون؟ أول شيء التجربة كانت كتير مميزة، وخاصة أنه أنا كان صار لي كتير زمان بعيدة عن أجواء التصوير وعن الدراما. كنت سعيدة بهاي التجربة وكان معي شركاء كتير لطيفين، وإن شاء الله يا رب تطلع النتائج على قد يعني ما اشتغلنا. شو القواسم المشتركة ما بين نور وليليا؟ القاسم المشترك الحلو كتير والكبير كتير بين نور وليليا هي علاقتها بوالدها، يعني حبها لأبوها وكيف هي متعلقة فيه وكيف هو السند والعز ومصدر الأمان بالنسبة لها. يعني هذا الشيء كان الوحيد اللي بيني وبين نور كتير قوي. شو الصفة اللي ما حبيتيها بنور؟ نور يعني بالبداية بتكون لسه شوي هيك طايشة، ما كتير بتعرف قيمة المادة، قيمة الحياة، قيمة العلاقات حتى، فيعني هذا الشيء هيك كان شوي مزعج، بس يعني بيبين بعدين الفرق. كيف كان أول يوم تصوير لإلك بشخصية نور بالكرزون؟ أول يوم تصوير بصراحة أنا دائماً بأول يوم تصوير لإلي بيكون قبل بيوم ما بنام ولا ثانية، بكون كتير قلقانة، بكون كتير عم فكر شو بدي أعمل، ومو بس شو بدي أعمل، اللوكيشن والناس والشركاء بالمسلسل كيف بدنا نتعاطى مع بعض. بس الحمد لله دائماً بعد أول مشهد أو خليني أقول أول نص نهار تصوير بيزول هذا الخوف خلص. مع بداية السباق الرمضاني عينك على شو من الأعمال؟ في عمل معين بتقولي معقولي ينافس الكرزون، ولا تحديدا هذا الموسم الكرزون بزاوية الدراما الاجتماعية لحاله؟ يعني العالم كله متجه هذا الموسم الأعمال الشامية أكثر، فالكرزون تألق هاي السنة بعالم الدراما الاجتماعية. شوف أنا بحس إنه نحن اشتقنا للأعمال الاجتماعية القديمة السورية البسيطة اللي فيها حدوتة وفيها هيك حكاية لطيفة. أكيد في منافسة كتير كبيرة، وأكيد في مسلسلات يعني حيكون لها صدى كتير مهم. أنا بتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله يا رب حتى الكرزون بينال هيك حسن ظن الناس. مين كان أقرب شخص لإلك من الفنانين لزملائك بالعمل؟ هلأ بصراحة ما بدي أقول إنه كلهم، بس حقيقة كان في كتير أشخاص، ما بدي أنسى حدا، بس كل حدا اشتغلت معه بالكرزون تعلمت منه. لو كان بإيدك أنت تكتبي نهاية نور، شو كنت كتبتي النهاية؟ حقيقة بعتقد إنه اللي بيصير مع نور بخلال المسلسل يعني بتكون هي هي النهاية، ما رح تكون منصف تماما، يعني خاصة هي شو كيف بتكون قبل وشو بتتعرض وشو بتصير بعد. شكرا لك ليليا، وعم نتمنى النجاح للمسلسل المميز الكرزون، وعم ندعي الجميع لمتابعته عبر وياك.